نتحدث هنا من خلف ليال، كما ترين مظاهر الاحتفال بدأت بالفعل. هذا الشارع في نهايته حزب العدالة والتنمية، مقر حزب العدالة والتنمية في اسطنبول، وكما ترين بالفعل الاحتفالات بدأت على الرغم من أن هذه عملية الفرز الأولية، نتائج أولية تتحدث عن فوز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. هذا مشهد معاكس تماما لما كنا ننقله منذ ساعة من الآن في حزب الشعب الجمهوري الذي كان يخيم عليه الصمت والحزن والترقب، لأنه كان بدأ أن يفقد الأمل في أن يفوز بهذه الانتخابات. لكن توجهنا إلى هنا حيث في نهاية هذا الشارع مقر حزب العدالة والتنمية، والاحتفالات بدأت بالفعل حتى قبل أن تعلن النتائج الرسمية لهذه الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية التركية. نعم ضحى، يعني كما هو واضح. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.